اهلا وسهلا فيكم متابعينا الكرام. اليوم جبنا لكم مجموعه من الاخطاء بمسلسل ولاد بديعه يلي حقق شهره ومشاهدات عاليه على مستوى سوريا والوطن العربي. خلوكم معنا. رجعنا لكم متابعينا. معنا اول خطا للفنان فادي سباح يلي اخذ دور عارف الدباغ بمسلسل ولاد بديعه. لما يزور قبر بديعه مع العلم انه بتكون بديعه توفت عام 2009. بس الغريب باللقطة انه في قبر وراه مكتوب عليه 2023، مع انه عارف الدباغ توفى على قبر بديعة مباشر يعني ب 2009. والخطأ الثاني بيكون لمختار لما بيكون مسجون عند يمان بالبناية، وبنلاحظ الفتحة الكبيرة اللي فوق الباب، والباب طوله مترين تقريبا، يعني المختار كان فيه يطلع من الفتحة بسهولة. والخطأ الثالث وقت عبير بدها تحذر مختار. والغريب المقطع انه تحت بيكون في جروب هن داخلين عليه اسمه ولاد بديعه. والخطر الرابع بيكون لبرانش سيكي لما بيتوعد حبيبته على السطح لحتى يطلعوا مشوار على الموتور، وبعدها بيعملوا الحادث. وهي لقطه بتبين انه سيكي مو راكب الموتور بالاساس. بس بضل هالمسلسل هو اكثر مسلسل اخذ الصداره بين المسلسلات الثانيه من حيث العدد.